أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والثالث الإنكار التوبيخي، فيقتضي أن ما بعدها واقع وأن فاعله ملوم، نحو أتعبدون ما تنحتون، أغير الله تدعون، أئفكا آلهة دون الله تريدون، أتأتون الذكران من العالمين، أتأخذونه بهتانا. وقول العجاج أطربا وأنت قنصري، أطربا وأنت قنصري والدهر بالإنسان دواري، جاء ذكرها قنصري أخواني، والدهر بالإنسان دواري، أي أتطرب وأنت شيخ كبير. لباسي همزة داين بتعبد بشي استفهام كذا كوتمان مصنف رحمه الله فرموي بيجمان لا استفهامي حقيقي ديت درو برو استفهامي مجازي دتشت دو دانه من پیش دا باز کرد که او که پیدلون همزه تسویه او کشن انکاری ابطالی. سه هم دانه انکاری توبیخی. انکاری توبیخی واضحه و قاعده و ضابطه که من داده که لروی او قاعده و ضابطه و ایم اتوانین لواقع دا اشتاک جوان بدز بینین لکه لشوین اگده حوشوی او اشتماندی. على فيقتضي دخواز إنكار توبيخي كوا أنما بعدها واقع، دواي همزة استفهامك واقع يعني هيا واقعك بيتواني إنكار إبطالي كوتمان همزك أو كالدوا همزك أو جملة كبلين مصطفى همك بنوعك جملة مصطفى معنهاك أو غير واقع وتمان بلان ليه دا عليه نا لإنكاري توبيخي دا أوي كحمزة استفهامك شو تصر واقعك يعني هيا شتيك هيا تنكاري ناكدت بلام وأن فاعله ملوم أوي كبكركيتي أنجام دركي دكيوتا برلو موتانا لسر أنجام داني أو إيش هيا إنكارك لدى دا لولا بجهتي ابطالبو بجهتي باطلبونوي او بوك او شتي دوا همزكا وجودي ني اغا كسي كشبلا هيا وانيا بلا انكارك ليردا روكا تفاعلك اويك فاعلي او حدثي او فعليا كشتيك هيا بلا نالا بارنا بسندا انكارك روكا تفاعلك لومو سرزنشو توبيخي دكا لسر انزام داني ويشي باشا وكو كومالا شاهدي قرآني دينتو بو أمش شاهدي كي شعري دينتو لو أنا أتعبدون ما تنحتون فالمدي إبراهيم عليه الصلاة والسلام كرب العالمين نقل يكالي أتعبدون ما تنحتون تنحتون الناحية ينحت لبابي شوالا يعني تاشين نشتي أخوتان دايدة تاشنو دلوسي دكن فرسشي أو دكن ما كمان موصولة يعني تنحتونه وعايدك محذوفا أغير الله تدعون حوار لغير إخواءك بانغي غير إخواءك جيقال الأخوة بانغك أو غير مفعولي تدعوني وبيشكوتو أئفكا آلهة دون الله تريدون باشا إفك باس ما كان لبيشدا أوزام لدرسي بيشدا بو وام لبيركا باس ما كلكا والله إذا شوي نقدر هبو ليك لو أعتنا ذاك وإفك تدابو أعرف أن تفكنا على سندرز لو بيش عوضن دو درس هذا لو بيش دابو أري لو بيرم كوتاني اللي ودا بس ما نكر كلا وقدا بمعنى أويا يعني لادان لإيشة لمكانك لشوي نقدر وبيلن جاء إفك آلهة دون الله تريدون تبي أتنبوي ليه ما نحارب به معناه صحيح أم رستي قرآنية تبقى ما بين
إعرابي آياتك بك إنما ضرورتي هي برك دلن آلهة مفعول به باشا كبيش تريدون كوتو لبر عنات وتوجه يعني أم شوينة شويني توجه قرنجي دانا إف كان مفعول له هو بيش مفعول به ككوتو كأصل أوايا دواب كيبانان لدى كبيش كوتو شونك قرنج أوايا توبيخ كدني أو خلقية لسر أو بطالتيك هيانا آها جا أمزا أو كرتا أوليدتو معنا كي يعني إيوا آلهة تاندون خوايانك تاندوي جغل الله آيا إيوا آلهة تاندوي جغل الله لبر إفكو لادان لبرستشي خدا يعني لبر أوك لبرستشي خدا لادان آها صرف ببن لبرستشي خوا إيوا لهولي آلهة من دون الله دان إيه أما أبو شيء ودشكريه عرض إبراهيم خوما كم إف كان مفعول به بيت آلهة بدل بلي أو حالتي أويد بيت مبالغة بلا واقع ده باشا يعني إيوا تريدون إيوا دتان هوي أو تان دويت كوا أتان هوي إف كتان دوي إف كتشيا ولا آلهة دون الله شكرا ما بدل لا مبدل بدل الذي مبدل منه مدل حكم سقطها يعني إف إيوا إف تندبت إف كجتيا ولا آله من دون الله تعاوله إيه وده شكله أصلا إف كان حال به بل أنا ما ضعيف يعني أوقات تقول له مشارد كده يعني آفكين آلهة دون الله تريدون أبو الشوي إيه برحل إيه يا أتأتون الذكرانة إدامك من العالمين يعني هو باسي قومي لتو إشا قورو فعل شازك أنجام يندد أما اللي ركان دا يأت أخذونه بهتانا باسي ويكا لجنان آيا وريدة قنواني بهتانا تاوليتي أما يعني بهتان يعني هجتك و قبيح بيت زشت بيت باشا نالبا يعني ايوا او اشدكا لقل او شكاوشتا حالي وايا قبيح وزشتا قبحكي اشكرايا اما اللي ركان دا بوتانا دبيتا فاعلتي لحاء دعفو دبيتا حال لفاعل تأخذونك واوكيا او باشا وزرتا قد دا استيلير دا امن هموم امانم كتوجيه كل امزا كل شاهدك ايهموان يعني يقدانيا ايوش اوهيكا أم حمزلم آت مباركة ندك بعض ما كل بو إنكار توبيخي إنس إنكار توبيخي إنكار توبيخي بعض لو دك دوا حمزك كلاتي والله تعبدونها لولا وتدعون غير الله هي عواي أصلكي تريدون تزانم إفكن آلية دون الله تزانم تأتون الذكرانة تأخذ نبوتنا أما وق واقعها إذا كسانك أهل والله أويدي تاشنو بدس خان زكنا أو برسرتك كسانك حوار لغير إخواك بوجلب منافع ودفع مزار ولا بلا بانجي غير إخواك أما إنكارينك هيا أو وقت ولا أرى والله كسوا هيا أرى والله بيقمان لعبادة إخوة منصرف دب لا ددا بلو آله من دون الله أمانة هيا أرى والله استش فعل قومي لوتر هيا إذا قول الدنيا دا لزور ولاتان بوتا قانون ياسيب ودرك داوو نونريان هلا برلماني زول لا ولاتي فيش كوتوان داو حرا والله كاك وما إنكاري ناكرد أرى والله كيوا مالج نكي ورد قري وأرى والله بلقلا وش هكا خلاص كلام حقي خويتج نكي ليش يدستني ودي إخوة وكو جزول إخوة أما وهاي وأما نهن بلام بحسك كده أم همزة إنكاري هم أمشتان ذكاء إنكاري فاعل كدك لو ما فاعل كدك توبيخ ملامتي فاعل كدك لسر برسشي شتك وأخوان ديتاشن هاور كدن جيقل أخوة لادان لعبادة خدا إيشي نير بعضي معذرة أو هاور قز بعضي أو أنا وبتاوان وبزور ستاندني مالي أفرتو خوارنكي أما كهيا
خرب العالمين لري أم همزوا لومو سرزنشت وتانو سركونة دخات سر بكلاني أم إشانو أنجام دراني أم إشانو وكلانش إنكاري توبيخي أمن ذا جوان باسي كردوا يعني أجر شوزانم كابرا هر طلبي تر لقواعين نقا لهر شوين إقدابي زور واضحة فرقة كشان لقال إنكاري إبطالي لإنكاري إبطالي دا أويا دواي همزكا أو جملة كهمزكا إلا سلا لا قدا اشتكي غير واقع النية لأرادانية أجر كسي كشتي هي توب همزكا إبطالي كي تضليوانية ليرا كان دا إنكاري توبيخي أوي كهمزكا إلا سلا أو جملة كهمزكا إلا سلا بيقمان هي إتر واقعك هي لا كريب لي نية بلان لري همزكا و سركوني أو كسدكي لوما يو كسدكي توبيخ وصدكي كأنزام دريا وشي سؤال جوانا وقول الأزاز ياوكو عجاش كدلي أطربا وأنتق النصري والدهر بالإنسان دواري دقتكم أرزي خوش ويستانكم ليرة كندا معنى الشركة زوزر واضح حرونة إيه قن نصري بكسيك دلان كوا تمني زور بيت باشا دواري دوار بزمان دلان بروشگار دلان كوا شرخ دور بإنسان دلات وكواقع ده باشا معنى كده بيتا وآية طرب لايقة بتو ها؟ يعني إيشي طرب كاري توه ترب بزم ورزم بكردي لا يخومن انا زعب لي ريسيبي دلا بزم ورزم او ايشي توي لحالك تو كسي كي مسني كسي كي بيري واول حالك دا كوا الروجار بيك شيونيا بلكو لحالك بلو حالك دتشيت غوران كاري بسر دادي لقل غوران كاري كدا غوران كاري بسر انسان كان جدادين عيب او كي ايشي توي إيه. أرسلان كم طربا دكريا مفعولي مطلق به همزة كا همزة وجاري إعرابي شركة همزة كا همزة استفامه محل الإعرابي طربا دو صورة تدا متصولة يك مفعولي مطلق به بو فعلك محذوف كتطربوك ظاهرا جناب مصنف رحمه الله لإدامة دل أي أتطربو إشارة بودك أماجة بودك أوي بلا وفصندا كتربا لواقع دا أو مفعول مفعولي مطلقة بوفعلك محسوكة كتتربوية إيه زوات شاكا أو باشان ودشكل بلين مفعول به باشا أو الدلوستا بلين مفعول به بوتي بوفعلك محسوف كمثلا بلي أتأتي تربا أوجد دروس تهيج إشكالي تداني زور زور باش دوايا وكواي حالية أنت لمحل رفع مبتدايا قن نصري أو خبرك يتي جملك لمحل نسبايا حالة جملك لمحل نسبايا حالة لفاعل فعل محذوفك جات شا كأنت جات شلة تتربو بفعل محذوفك تأتي بيت تتربو بك طربا ببيت مفعول مطلق يا تأتي بيت طربا ببيت مفعول به لتأتي دا يا لتتربو دا أنت مستتيلة جاء أم جملة وأنت قن نصري لمحل نصب حالة لو فاعلها فعل محذوفك رابطي جملة حاليكش ووكي وأنت كيك ضميرة دوايا واوكا عطفية الدهر مبتدايا بالإنساني تعلق بسبب دواريون شنك الشي في فعلا ودواريون خبرك يتي جملة معتوفة بوسط جملة بيشتا إيه ليرا دا شايد ما لسيتي لسر اويا همزكا يكا ليرا دا لمقام جيغو بيغي استفهام إنكاري دا يعني تي استفهام إنكاري إنكاري توبيخي عفو استفهام كاري والله إنكاري توبيخي لا واقع إذا تاكا
لذا بحث كمان شيء بحث كمان ويكا بوخيد الله أي أتطربو أنت شيخون كبير أتو خريكي أنجام داني بزمرزمي ولا حالك أتو بيه كبيري يعني أما خوزور كسمان هي بيرو ناپسند أيوانيا أخو أما واقعك بلا على والله زور كسي بيرو خريكي بزمرزمو أنجام داني فعل قورو شتينا على بارو أواني أما وكو واقعك أم بما إنكاري بكم إنكاري ناكي هيا بلام تول لريهم زكا وشاعل لريهم زكا وكما بس هر كسي كارمان بغنيا لريهم زكا وإنكاري أو أنجام داري أو بزمو رزمة دكا لو ما يأكا لسلوشي أما أم همزة أو إشاكات شاعم أقر أم قواعد نزانين براستي لهندي شوين داوكو شوين لبعطلاق لكا سياري كي جورة ماشين كي جورة جير دكا درناتي إتر بملاولادا درچوني مي براسي ما أبو شيو ما لده دبي إيما الضرورة أم بابتانا بزاني ولسرق النصريونيش شتيك بلن أبيش أويكا وكو قاعدي بلين تي بيضلن منصوب منصوب بسين أعنق أولا بلين منصوبي مفتوح وانا نانا منصوب يا نسبة هر كامي كان به باشا عرستان كم ابن حازب رحمد بأفرمي وقياسه حصر تاء التأنيس مطلق زوت شكر تاء التأنيس لمنصوبة قطعا حزب ده مثلا بصرة كوفة دبت كوفي بصري إيه وزيادة التأنيس والجمع إلا على من قد أدب بالحركات باشا وزيادة تسنية وجمع زيادة تسنية وجمع إي تسنية الفنونة لقل يونونة جمعش دو جمعان هي جمع سالم مذكركي ومؤنسكي لجمع سالم دا واونون ويا أونونة لو كيش دا الفتاة تو أمانا محذف دكي مثلا زيداني لبتا زيديون إلا على من قد أعرب بالحركات مجر علمك على مكتشيا إعرابك بتسبب حركات بيت يعني إعرابك لسر نونك بيت باشا أو أرزي بليخو مكم أو حزف ناكري بلان دشكري حسف شكي ودشكري بشي هاليو مثلا هاتوا لنسبة دان بو قنسرين كشارك لشا باشا لأصل الله دا قلت لي لرفع دا قنصرون لنصف درجة قنصرين عليك عليك قنصريون هاتوا قنصريون حصفي عندك باشا حصفي يونونك عندك وهاتوا شتي قنصريون حد لك هاتوا جاء من لهند شوين دا أم شعرا دبيتا بلغلسر أو قاعدة نسبتش باشا إيه زور شاكرا قاعدة كلها واقعدة أويا زيادة كلها تسنية وجمع داهية أجر وكو جمع معاملة ما نقول لك لن حسف عندك وأجر وكو جمع معاملة ما نقول لك لن وكو تسنية معاملة ما نقول لك لن باشا أرزي جناب الدكم دتواني ويهي لي دتواني حسف شبكي بلا أجر وكو جمع معاملة ما نقول لك لن حتما دبي حسف شبكي أما ليلة دا شاعر واي هنا وبلان لكي كشي دلوسة قن نسرينيون ايه زود شاكو بلان اقر هر اوابيد لحالتي او دانابيد بلان لحالتي هر قن نسرينيون كلمين شي سر بخوبي او نبئت نوجيا حكمك ايو هر قن نسر بمعنى اوابيد بمعنى بير بيد كليل دا ظاهيلا وايا باشا او اشكالي تدنو بلو قاعدنا كبلو قاعدة كبعصم كرت تائرة إما وسيد أنا معنا من لو معاني أنا خوين سفاز بخير جولة إيه إيه سما وتقول لخدمة تندع عارس كم والرابع معناه شوارم التقرير وتقريره زرت ساكر تقرير شيء خوي توضيح ده ومعناه تقرير حملك المخاطب على الإقرار والاعتراف على الإقرار والاعتراف بأمر قد استقر عنده ثبوته أو نفيه ويجب أن يليها الشيء الذي
تقرره به إيه ذات ساكا عرضي خوشويستان كم ليرا كندا باز لباسي إقرار زاد إقرار كم تقرير لحر شويني دا كديتان أو استفهامك بو تقرير أو ما بستكاكي من استفهامك بو تقرير أو يا طلن استفهامك والاستفهام للتقرير باشا أو يا لتان تجنس لو قيد أو قاعدك أو يا برسان إيه استيما بزاني تقرير شيا باشا تقرير صورتك من بو بحث زكاة باشا دلي حملك المخاطبة بال بيوناني توي بمخاطبك حمل بال بيونان هاندان هانداني توي بمخاطبك زادي قدك لسرتي على الإقرار والاعتراف بأمر قد استقر عنده زود شك هانداني توي بال بيوناني توي هانداني توي بو مخاطبك كافك تبيتها لمحل رفع فاعل حملة مخاطبة مفعولك هانداني توي بو مخاطبك لسر إقرار اعتراف بشتك كوا قد استقر عنده هاي عنده برنوا بو مخاطبك باشا مخاطبك من اشتيق للاي او عيانا باشا اشتيق للاي او واضح رونا ايه زور باشا عرضي خوشوي ساندكم هيتش شيء هيتلانيا اشتيق هيا لاي مخاطبك ايما معلومة مخاطبك من ديزانه اتو بيني هاني مخاطبك دي تشويقي بكي بالي بيوني بو بلسر اقرار او اقرار كا اعتراف كا بشتك كقد استقر او شتا ثابت عنده للا مخاطبك ثبوت او نفيه عفونا استقر فعلك ثبوت بعد في نفيه هاي ثبوته هاي نفيه بنوب امريكا بالبيونان بمخاطبك لسر اقرار اعتراف بشتك او شتا لسر إقرار وإعتراف بشتك كثابت لاي مخاطبك بوني أوشتو نفي أوشتو يعني إشتاك أقر هبلا واقعدة لاي مخاطبك أرونا عيانا أقر نبي هرواح جاتو مخاطبك خوي أوشتو لدلي خوياتي أتو دزاني مخاطبك إشتاك دزاني ببون بنبون إشتاك هيا أمشتا بإثبات بيا بنفي حالة استقرار ثبوتي هي لاي مخاطبك يعني لاي مخاطبك أو شتا قطعية مخاطبك تو حالة دزانك مخاطبك تو شتا دزاني إذا تو تشويقي دك هاني لدي دان بوشتا دابني كاللاي أوي بابون وبنبون هيا دان بوشتا أهم فعلا استفهامي تقريري زقسي كجوانا من هاني مخاطبكم دادم دزان مشتك تسببه أوشتا يا تنبه استقر عنده باشا للاي مخاطبكم أوشتا قطعية جيجيرة استقراري بو أوشتا تسبباري إثباتة تسبباري مفيدة من دم هاني أم مخاطبكم دادم باشا تشويقي دكم ترغيبي أكم بوي دان بوشتا دابنيت اعتراف لسر أوشتا بكا قبل ولا أوشتا نيا هيا إيه. أما في الله استفهامي تقريري لزور شوين دا لكتب قورا كان دا بتا بكتب كان إعراب أوانش يان كا لنا وكتب كان دا لكتب كان تفسير القرآن كا جرينجي ببواري بلاغتي القرآن دا مثلا بونمونا لوانا حربونمونا وكو أنوار التنزيل إمام بيزاوي كالشافي زمخشري لا أماني أم دوان دا تفسيرك أبو السعودي إمادي زور تفسيرك باش زور تابت
يا روح المعاني آلوسي يا تحرير تنويري ابن عاشور برحمد بن هم ولا شيخ خوالي غوش بامانه جرينجي باشيام بباري بياني قران دا وراسي اعجازي بياني خدا لراسي بجا قلت له بيدل والاستفهام للتقرير هل اوندا طلا اتر دبيتو بيش دا امشتا بزاني كي استفهامي تقريري تشيا اويا كمخاطبه كشتيك للايتي بقطعي بابون وبنبون تهاني بدي داني پیدا بنو باسی لبکا لزبانی خوی لزبانی مخاطبکتو بی بی سی او استفهام تقریریه ویجیبو بلان لیره دا پیویز دکات اما لیره کانه دا امجا من دبی عبارتکت تواوکین تاخواروا هنده ایرادیان لزنابی ابن هشام گوتو بلان ایرادک جی خوینیه بلان من دبی جاره ایشکه ایره تواوکم جابس مثلا ایرادک چیو چی گوت راوا ایه ويجب بلان واجب الاستفهام التقريري دا أن يليها بيد بدوا همزة دا هكذا تتوبو همزة بيد بدوا همزة دا چي بدوا همزة دا الشيء الذي أوشتك وا تقرره به كتو تقريري مخاطبك دا كي به بو شيئا هاي تقرره برنو بو مخاطب هاي به برنو بو شيئا أوشتك تو دا توي إقرار تقرير لمخاطبك دا لغري لسري تبي أوش تبي دوا همزة كتابيني. أما خالق جوزو غرينجا. وما ابن هشام أم شاكاري كدوالي ردينا زاناني كجوري كروشن كبعسيه كين. هربويا كسي كوك دماميني إرادة كي زور غورة دقريو دوا يقسي كي زور نالبارو نابجيدا كدبي وابلم كدلي أم بياو بو مشهور ولا آفاق دانا يروشتوا كشارة زايا لكتابي سيبوه بلان لردا غافل بوانا مطلبي سيبوه بلان غافل نبو ابن شام لو سريو ديتو إيه بهرحال ويجيبو بيويز دكا اما قرانا أن يليها بيد بدوا همزة كدا چي بيد هاكا مفعول لكيتي الشيء فعل لكيتي الشيء الذي أوشتي وا تقرره به تقرر فعل لكي أنت هاكا مفعول بيكيتي ببنو بمخاطبك به جار مجرورك أو هاا أتتو بوشيكا پیویز ده بید واجب ده بید بشوین بید بشوین همزه کده چی بید بشوین یا اوشتی کوا تو تقریری مخاطبه کده که بوشته یا اعتراف لمخاطبه کده دگری بوشته اوشتی کده تیوی مخاطبه کده دانی پیدا بنیو تو مخاطبه کده هان دده تو پالی پیودنی اقراری اوشته بکا ده بید اوشته چی بدو همزه استفامه که بید الله أكبر زوجته جوانا تقول في التقرير بالفعل إيه أمزة جاريوات تقرير لفعل تقرير لا مثلا لفاعل ده تقرير لسا مفعولة يعني تودة تبه مخاطبة كان إيش فعل قروي داوة باشا فعل قروي داوة تتبه أو تقرير إقراري مخاطبة كان دول بقل لسا فعلك هي لواقع نفس الأمر ده ليرا كان ده أويك جاريوايا ما بس في فاعلة جاريوايا ما بس في مفعولة باشا إيه زور تشاكا أرزي خوش إيسان دكا أما ليرا كان ده من بلا 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 سي مثالي هنا ونوانا هروايا ونزاني اختلاف لنسخة ده هنا نية تقول في التقرير بالفعلي لا تقرير بفعل داني ورقرتني اعتراف وإقرار لسر فعل لمخاطبك الله أضربت زيدا أتو دزاني فعلك رويدا وكضربة باشا نانا نازاني خو قبزاني والناوي أتو يقين هيا لقل كسيكا كبلين عمدا محمدا هومرا تقيا نقيا هركسيكا باشا عمر عثمان بكر عمر خالد هركس يكا باشا أتو دزاني أو مخاطبيتو شتيكي للايا سبارت بداتكاري ولدان لداني زيدي فقط بداتكاري يكا باشا إيه أتو دزاني مخاطبك آقادارا يعني شتيكي للا بابون وبنبون لسر لدان وتيلواني زيدي بابلين بكودي خوما
دتوی مخاطبکت اقرار بکا لسر اوک او ایشی کدویانی کدو او اصلا تولی مشکوکی و دتوی لزمانی خوی ببیستی بو ایرکانا لسر اقرار لسر فعلکا وردگری بویا خودی فعلکا که محل اقرارا دتوی اقرار دول بگری لمخاطبکا بدوای همزه کلا ده هینی دلی ابا ربت زیدن او تولا زیدی دا او اول زيد الدا وتو او نكت ولا زيد الدا اول زيد الدا اول زيد الدا اللي دانا كلي ريم جرينك ذاتك كفاعلك مهمنيه ذاك كاتك قبل دتوان بلبل امتى وبالفاعل ودليل باسي تقريب بفاعلان بتوي اصلا فاعلك دياري بكريت فاعلك بحز بكريت اعتراب لسر فاعلك بكريت دلي أأنت ظلمت زن أو أمزا أو معنى أو تو لزيد الدعوة أو تو تتبه لزباني مخاطبك دولي كري هيوانيا بارا وبالمفعول ولا بحثي مفعول دا تقرير بمفعول يعني بتوي إقرار وربقلي لمخاطبك اللي سر مفعولك علي أزيد انضربت أو زيد تولد داوة أو زيد تولد داوة مثال المعنى أو دكي أو تو لد أو مثال أول الله لا تزن أو لد داوة تول زيدي أو معنى دكي لد أو لد داوة تول زيدي دوم او تولى زيد الدعوة سهم او زيد تولى الدعوة تولي دتولى لسر هل كان مجد معنا اقرار وبقري اوان كلواقع دتولى مخاطبك تقرير كي لسري واقرار يولو كي لسر وشده الرنق بدو هم زكادة ده يعني بيك مكاست بيك زيادة كمي ايه زود شاك كما يجب ذلك في المستفهم عنه هل وكو لمستفهم عن هدى يعني لاستفهام حقيقي دا لاستفهام حقيقي دا طبيعة او شتيكة تودة تبي برسالي لي بكيب دو اداة اسلام كاده ريك بو بيا ودا ريك بو بيا ودا ايه باشا بس ادري عندك زيد الان في السوق اتو يقينت هيك لو قعدها زيد يا للاي تو يا للاي يا للاي كابرا يا للاي لبازار يا تولي عندك زيد ام في السوق تولي ايه او مثلا ابو الشباب زور باشا وقوله تعالى أأنت فعلت هذا تولي محتمل لإرادة الاستفهام الحقيقي بأن يكونوا لم يعلموا أنه الفاعل ولإرادة التقرير بأن يكونوا قد علموا ولا يكون استفهاما عن الفعل ولا تقريرا به لأن الهمزة لم تدخل عليه ولأنه عليه الصلاة والسلام قد أجابهم بالفاعل بقوله بل فعله كبيرهم هذا لسر أم بيوليا كفرموي واجبة أو شتيكتو تقرير مخاطبكي لسر ذكي دبي بدوي همزة كدابت أم أنت فعلت هذا بآلهتنا احتمالي هي بودوشت يك أصلا ما إسفهمك إسفهم حقيقي بيت إسلام حقيقي بيت بأن يكونوا لم يعلموا أنه أنه الفاعل بوشيويك أو قوم الله خلق لسلم إبراهيم دا مشرك كان كتشون درو هاتنواني بطخانة كان تيك درابو هموي ورد ببونو هيتشي بسر هيتشا ونمابو بقولي كردي آداري بسر باداري ونمابو يا يقول لك كردي أشتكي ودالا آداري بسر باداري ونمابو باشا أو يعني هيتي بس هيتي وأنا ما أبو أو دكري أصلا ما نانزاني بك باشا بأن يكونوا بوكا مشتك كان لم يعلموا أنه الفاعل
نان زانبت كأنه إبراهيم أنجام دري إشكايا أو خطيب قزويني وادلت ماشا خطيب قزويني وادلت كتلخيصي هي ككرتي مفتاحة لبشي أو دا بلاغة كده وخوش كتابي هي لبلاغة دون الإضاح باشا كبيوال لسياق كداش تيقنية كدليل بلسر أويكا و أويكا بوتكش كان دون إبراهيم بيت بلا ناوانية شو كان لسياق كدا بلغة هي لسر أويكا أوان بودا بيكا مشكوك بن لا إبراهيم بو شو كوتي وتالله لأكيدن أصنامك شغلتي زور باشا أما خاوني إضاح وادل خاوني تلخيص كخطيب قزوينية ولا يكون استفهاما نفعلي ولا تقريرا به ولإرادة التقريري إيه بأن يكون قد علمه وذكره بو تقريري بالتقرير بو فاعل بدليل وأنجام درك أنت اللي بيش وحاته ذكره ما استفهامي حقيقي ما بزبه اصلا بجورك نان زانبت انه ابراهيم انجام دري او ايشي كاري تيقدانو لتوكد كردني بوتا كان كاري او بوبي دا برسن لير ابراهيم توكدو تيانا ايه اما لايك وباشا والارادة التقريري ودكري احتمال هي ام اتا ما بس بي تقرير بليردا تقرير بو فاعل نك بو فعلك بدلو كانت ليردا بيشكوتو أم أميان تشومبوا والله بأن يكونوا قد علموا بمشي ويا كأوان مشتك كان قد علموا زانبيتين زانبيتين كأم إيش إبراهيم عليه الصلاة والسلام كأما رأي إمام جرجاني الشعب القاهر جرجاني ورأي السكاكي خاوني مفتاح العلم خواهي يوري لرزب يا ربي كاريكي زور زور قوري كدو أبجنا بلاغدا حاو الشيوي جرجاني وزمخشري هنقاونا وخواي قوري لراسي بيا ربي بسم الله بلا دا أنجا بلام ولا يكون استفهاما عن الفعل ولا تقريرا به وأم آيات أنت فعلت هذا لبشي تقريدا بشي تقريري فاعل لقريتوا نابت استفهام لفعلك ولا تقريرا به وناجبت التقرير به بفعلك يعني استفهام لأي شكان ييك وتقريركش تقريري أجب وتقريبا تقريري فاعل نك تقريري فعل أما نكتيك كدبي يما أغا داريبين أزرت شاكرا نسخي شكرا هاتوا بجيبه له هاتوا ولا تقريرا له كلي لا تقرير بمعنى تحقيق وتثبيت أويش أوي يعني وقت مخاطب تقرير اشتاك دكا يعني أوشتا ثابت ولا يعني دروسة ونسخي كاش دروسة شكرا بمعنى عامي نسخة كان به تدا نق أوا زور زور باشا ولا تقرير به ونابت التقرير به بفعل بل كل تقرير بو فاعلة وكو باسمانكر بو شو قال لأن الهمزة لم تدخل عليه لما لو همزة كان نتوى تصرف لك شو قال دبي أجواب وابي قلت أفعلت هذا يا إبراهيم يعني همزة كانت تصرف لك وهمزة إبراهيم إش دبي جواب بدانا يا وانا مثلا قلت فعلت يا لم أفعل يا ما فعلت أتاو ليتي إيه زور باشا لواقعنا في الأمر ده تقرير بوفعل نية تقرير بوفاعلة ولأنه هو البدليل تشكش تقرير با أو النية بفعل نية شنك لأنه عليه الصلاة والسلام قال زام بالفاعل بقوله بل فعله كبير هذا لأنه حاكت له إبراهيم إبراهيم عليه الصلاة والسلام لرد إبراهيم اشتدان إبراهيم مرجعك حكمية يا بقريني قرآنك كآياتك كان لباري إبراهيم إيه ولبلو علي إبراهيم عليه الصلاة والسلام جوابي مشركين دايا وبفاعلك كليان برسي أنت فعلت هذا بآلهتنا إبراهيم قال بل فعله كبيرهم هذا سولي أو
اوي انجام داو گور كان بو خوا گور كرقي لخوا شكول كان ساو هم تيفش كاندو واتا امل ير كان دا ديار ك اوان پرسيرن لفعل كان كدو پرسيرن لفعل كان كدو اما بو اوي دينتون يعني او كومل خلق ك هاتنا ولا درو بودخانه تيك ترشاو هيچي بزي چون ما بو امان لسددي او دانبن ام پرسيرن لفعل كان داخو بوتشكاو يا نشكاو اما معلومه اوان لا هولودوي او دابون لا هولودوري او دابون بزانن شيء انجامي داو چونكا وقت اللي ام برسي ابراهيم بفاعل جواب دانو فرموي گوركان كدوتي واتكدا گوركان كدوتي يعني اوان سؤال فعل كناك اري بوتكان شكاو يا نشكاو نا يقين ان هيك اشكاو سؤال لا انجام دركيك شيء انجام دري او يشبوا ابراهيم تي گوركان اما ديارك اوان لهولي اودان كا انجام درو فاعلي كسري اسلامك ودوصن قصه زور زور جوانا او تايرة تواو ايما اللي ركان دا بس ما كل سر او بابتي بيجدا كفرموي ويجب ان يليها الشيء الذي تقرره به ام خال خالكي هاو خالكي ورترخان اللي ركان دا دقتك فرمي واجب دبي بشوين همزة كدا اوشتي كتو تقريري مخاطبك يدى سردك يتودى تبي اقرار لمخاطبك ومخاطبك والبقدي اوشتا خلاصي كلام بشوين همزة كدا بيت علي ردا حسب زاهل زانان توزيك اشكاليان هي باشا زور تشاك جا كدا لو ويجيبو ام ويجيبوا عرض برای خواه مکم علماء اوانی که هنده ایشیان کردوا بستر مغنیه و یا هنده که لغیر مغنی دا ایشیان کردوا دلان ام وجوبه وجوب استحسانی پیدلان یعنی جوان اوه نگ حتما دا بیا وابید لبر اوه چون که ایراد یک دا جیره که دلن لکتابی سیبه و ایده هیا که دلوست تقنی متاخیر چون دمامینی دلی لکتاب دا سیبه و ایده دلی پیش کوتنکا مثلا ازایدن لقیت ام بشرون جوان تره تاوکو زید بیت دواو بلی ألقيت زيداً أم بشراً دلأ إيش درسته بلان أحسن أوي بلي أزيداً لقيت أم بشراً إن ألقيت زيداً أم بشراً إيش درسته ابن أسفل المقارب دلأ أحسن أوي أوي كوا برسياري لنا كيف كيف توسطه باشا ولقال أوجداء درسته هم بيشيش كوي هم دواش كوي استي مثلاً لألقيت أزيداً لقيت أم بشراً تو پرسیار لزیدیه که للاقیته پرسیار ناکی دلا دروسته هم پیشش کم داشت که بلای الاقیته زیدن ام بشتن یا ازیدن لقیته ام بشتن اوه ابن عصر جوا دلا راضی دلا وقتیک خلاصه کلام امی متصله بشوینی دا مفرد هات با جوایا عرضی بلای خوم کم ای بشوين همزة كجدا كلابيش أمكا ويشتيك بي وكوي كبدو أمكا دادت باشا أما أو مثلا دلي أزيد عندك أم عمرو جاو كاتا دلي أم دو مفردا تأويل دك لنواني باشا لواقع نفس الأمر دا بتأويل مضاف إليه مثلا أزيد عندك أم عمرو يعني أيهما عندك لمعنى دا أيو كيزافة دا كلا بلوه ماكا إيه يا دلي أفي سوق زلون أم في دار يعني في أي الموضعين مثلا هو إيه وظل مخالفة جلستا لبيني أو دواني كبدوا همزو ودو أما كدادين دواني بلي بجي أو أزيد عندك أم عمرون بتواني بلي أ عندك زيد أم عمرون باشا هزو أزو صادة وبلي أزيد عندك أم في الدار ألقيت زيدا أم عمرون اما درسته جوانشا وكسيبه يفرن بلان
هاو تا یک بن جوان تر اما که دانی کی بدو دابت همزکش دانی چکی بدو دابت او دل جوان تر اما دمامینی امانه دینی برخنه لابن هشام کدل ابن هشام دل واجب بشوین همزک دا اوشتی که تقریری مخاطبکی پیور دگری بیت لواقع دا ام وجوبه غلط بو چون که لبابی تقریر بفعل کده أضربت زيدا تلصي بوي دلوس بخوينيواني بي واي دلوس بخوينيواني أزيدا ضربت برا إبن هشام وانا أغير إيه زود شاك أما أنا أود الله إيه شموني برحمد بي دواء أو جوغرتن لرحنكي ابن إدمامني لسال ابن هشام دواء أويك رحنكي وردك لي أم جا ديتا ميداني جواب دانهو على بابا و أما قصك دو قصيك هاك يعني دالي لواقع الناس الأمر دا على دوشتا قصك على أقرتو لبواري بلاغو بوشتك التي جوريكا لبواري نحوي بوجي جوريك حسب ظاهر الليرة كندا ابن هشام وابيرتي بابتكي وق بابتكي علمي معاني هنا بالليرة دا نقوى بابتكي نحوي راس جدك اني من او جوابش مني مزور بدلا راس دك شكو واقعا واعي شنك لنحو دا تقديمي فعل بصر فاعل ومفعول ده أصلا باشان لو بدو الرقادة دري مفعول بيش فاعل كوية والرقادة دري مفعول بيش فاعل كشف كوية تلا لحو ده هنو ده قلت لي ايه جنابي شموني تعقيبي دمامني دكا هندي شوية نبي كمعدودا براسي جواب كاني شموني دل تصبنين لدل خوجنين بلا رحنا كاني دمامني هم جواب ده تواني باشي زور باشان زور زور بعلميانه جواب ده تواني باشا بلا من تنها إيرادكم كلا شموني هي اويا دي اللي ركان دا لواقدات ديت مقامي توجيه و يعني وايد دكاك اصلا انجار نه انجار بقولي فارز ظلن و دي هنا تبرشاو ك لزور لكم باشا كابن هشام برحمتي خدا بيت مثلا اوين كربيت باشا ابن هشام بلين برحمتي خابي يعني اشتبانا رويبيا وهم يكون غلطه بويرو ندرابي لا ما غلطه ام كار غلط ابن هشام خو بيغنبني عليه الصلاه والسلام باشا هو غلط هو دروزني هو لا والله ابن هشام وقورش ونوري تشاو مانو الرغده كي وناشي فيك يا متبيئتي بشرا وقوري بشر أبوش هو إلى واقعه وهم زانان جوا المكاري من شان فخل من أورخنا ميلي إنا جواب كان جوانا أو شو مني ذا بابا أما أم كلاما أم كلامي من شام على الليان شكو دي بيقولتي بابا يجيو يعني معنا أحسن باشا أقر بابتك للاي نحوي يعني بابتك بابتك نحوي أقر بابتك وكو بابتك نحوي وربقلي ليرة دا أما بمعنى أحسن يعني جوان وايا أبمشي وبيت بلان اگر بابتك وكو علماء معاني بعثيه كنتوش او بعثيكي انه لا واجبه لا اهل معاني وايه چونك تولو استفهام دا اگر بتهوي او بيت كتقريرك لفعل ورجي لسر فعل ورجي لسر فعل لسر مفعول نورا دبي كمان المبس او ان بيشكي يقصي كيشكي جوان الواقع دا جواب رسي جنابي ابن هشام برحمه بابتك لو شوه هنا بد ايه زود ساك امزا جنابي وحزادة خالق لسر بابتك أو زيادك طلقك توبلي فرمودي ابن هشام لم استفهام للتقرير دا ببي غير معادلة بلان أوي إسيبويه حسب ظاهر غير إسيبويه معادلة لقل دايا أما دبيتها تشيهو باشا إيه جوابك أوي لواقع دا أرزيتك أوي إسيبويه وكذا ألقيت أزيدا لقيت أم بشرا أمي لقل دايا
كابلا برسيارة قال لها بابا أو يسيب وهي كنقل كلاوة حمزة كلا قال أمي معادلة أو يرضي كنقل دكا حمزة كلا قال أمي معادلة باشا أو ابن عصفور ديلي حمزة كلا قال أمي معادلة بابا بلان ابن هشام بابتك سر بخود يعني بابي أمي معادلة طلع أجشتي أو برسيارك أو بكريت طلع مرازك واي أفرين فرمودي مصنف عام ترى لو يسيب وهي ورضي ابن عصفور جابوا يا رخنكا حتى جوابك شم نجدك ولا نجيري عام جوابك علميا نتلبت وإرادك دمامني ددريته وبصر خوي دابو راستا أو كاتك أو يسيب وهي فرمودي ابن عصفور فرمودي رضي فرمودي خاص أما كاتيكا كوا لقلت يا بيت لقل أمي معادلة يا بيها مثلا كبالان أمي مصنف رحمه الله عام ترى لوا باشا عرضي براي خوما كم أمي أملي ركانا دائي مصنف شتيكي كي لواقع دا كأصلا بحثي أمي لقل دا نية لواقع دا كعادة وابزانم أم بابتا لبحثي أمج دا وام لبير ماوا خلاصي كلام ديتا ولا واقع دا ليه دا ديتا وانا إيه جا اوه جوابك دماميني دا بيتا اوه يا جوابك شموني بدينا وانا يا اوه كبابا اوه اوانو تويانا صنجي محك نيا بو تخدع ابن هشام ليرا دا صنجي محك نيا بو تخدع ابن هشام اي ولا كاكي جان اوه ابن هشام ديلا شتيك اوه اوان ديلا شتيك كيبدا اوه كتول لسيبوي هنا قل داكي بو اوه ببيتا إيراد ورخنا لابن هشام برحمة به أو سيبوه لقال أمي معادلة مشتاك فرق دكا تاوكو أو كي ابن هشام فرمتي بوها أو ابن هشام جوانتلو دقتل الواقع إيه؟ فإن قلت ما وجه حمل الزمخشري الحمزة في قوله تعالى ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير على التقرير قلت قد اعتذر عنه بأن مراده التقرير بما بعد النفي لا التقرير بالنفي والأولى أن تحمل الآية على الإنكار التوبيخي والإبطالي أي ألم تعلم أيها المنكر للنسخ بس أردت بيش ودلن كاكا أتو فرمود لسن أبقى عليه خذ كفرمود واجب دبي أوشتي كبدوي تقريري ليور دقري لسري لمخاطبك بدو همزة كدابت دي أمالي ركانا داوي بدو همزة كدابت ولم تعلم أيوانيا آي أمالي ردام زمخشري دلاء ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير همزة كبو تقليل دي خوة معنى أعزن الله إخرار دابي يعني تي يعني دي هي إخرار لمخاطبك بس يعني كبوأوي كواقعا خوة لسريشتك أكدارني على عياذ بالله جامش دلا سائل كبرسيا دكا هذا خو زمخشريش أوانية كبلين أمشتي نزاني بي زمخشري حتر كيفك لبلاغة حتر مخو إنكاري ناكريو عنده كسي كي سيقيل وبابة دو زمخشري ذاتر إلا دكان يان لبواري بيرو بوچونا كانيتي لبواري اعتزال داينا خو لسشتي كإرادين لينيو سرچاويك بوزانانو أيوانيا تك شلون اذا بشرشت وي بتوا طلع ما بو تقريره اني سؤالك او كاتد بي ابا مشيو بي كدلين فان قلت او دبيتها سؤال قلت وكدبيتها برسيارك سؤالك او دبي وقت واجبه او اشتيك تقريري لو دجيري بدو همزه كدابت دلم قران دلم ايات دابت ياريك لا الى سوره بقره او ديت بيشوانك علمي مخاطب لواقع نفس الأمر دا أوك مخاطب علمي نبت بقدرة إخوان قرار أولي والدجيل إخوة هل عياذ بالله شتشي ما ترسي دار لواقع دا شون إقرار والدجيل لمخاطب كمخاطب دان بني بودا كخوان توانانية لسرها شتك دا صلاتينية لسرها مشتك إيه أوانج دلن برسار ذاك كده ما وتشو حمل الزمخشري الهمزة في قوله تعالى أو على التقريري بلقي زمخشري يا سورة الدرستي قصي زمخشري
بو حمزة لم أعتد على لسر تقرير چي بلغو سورة صحيحي زمخشري بو حمزة لم أعتد على لسر تقرير چي قلت مجدلم قد اعتذر عنه بأن مراده التقرير بما بعد النفي عزل هندرا وتولزم بجي زمخشري ما بستي زمخشري حاكان هدو شان اسلام وزمخشري بتقرير تقريري تعلمني التقرير بما بعد النفي بدواي نفيك يعني تقرير ودق لسه كأن الله على كل شيء قدير نقلس النفيك تعلم تقرير لنفيك ورناقري تقرير لما بعد نفيك كأن الله على كل شيء قدير ورده قدرت او جا وقتا اشتكشتي كده بلا وقت اي زور تشاكو اتر اوا او دقياني او كاتا علمي اخوا علمي مخاطبك بقدرتي خدا لسرها مشتك اشتكك اوا مخاطب اقراري بلا كما اشتكي جوان لا وقتا لا التقرير بالنفي تقرير لسر نفيك نيك مخاطبك علمي نبي بوك اخوا لسرها مشتك توانا نا تقرير لسر دوان فيك يا كمخاطبك علمي هي بو خواله سر همشتك توانا يو بدا الصلاه ايه براول اولا باشتر لوك ام ام توجيهش كان لا ابو زمخشري او يا اتك ونجري وكو تقرير باشا وكو تقرير معامله لقل دانك اي ولا ان تحمل الايه على الانكار التوبيخ اتك حمل بكر جزاتي سر اقرار توبيخي قد انكار توبيخي عفوا أو الإبطالي أصلا إنكار إبطالي باشا أما كلبيش وهاتوا ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها باشا ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير جاءوا كاتا ليرا كندا إنكار توبيخ إنكار إبطالي بيه يعني أخت معنى كأوابد أربو ما قرت ونازاني أي أو كسيك وإنكار نسخ دكي كأخوة قولي لسر هم مشتك دا صلاتي هي لردا دكري هم إبطال بي هم توبيخ بي إبطال بي بمشي و ك بلين كابرا بي وايا أخوة قولي توانايني بوكان العياذ بالله اگر نسخ اشتیک بوانه اشتیکی که به نتیجه کاکی او ابطال قول که یکی لرد دلی او اشتوانیه خدا ده صلاتی هیا و اگر کسی که بلا ده صلاتی نیه تو ابطالی دکی یا بلان باشر و با انکاری توبیخی ده بندره کابرا لسر او که اشتاک وادالی زور کسی وادالی تم واقعیتی که خو انکاری نکرد زور کسی وادالی باشا او که اتتو دینی لره همزکوا چه دکی؟ لومو سرزنشتی خود عراسی چه دکه؟ عراسی کبره ممکنی نسخ دکه ام پینجه بخونین و تاو بی والخامسو التحکمو تحکم یعنی استهزا تحکم یعنی استهزا نحو اصلواتوک تأمروک ان نترک ما یعبد آباؤنا ام آتا لصورة مباركة هدايا لبابي شوية دا لبابي بينزا قصيه جالب لسر أو أن نترك في أموالنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء اشتكي تعبتي لسر كلبابي بينزا توضيح من داوا تهكم يعني استهزاء باشا يعني همزكا يعني أمالي لبا مسخروا بقالطوا بشوخي كردن با شعيب عليه الصلاة والسلام دلان أو نجا كانت دستوري أو تفيدة دستوري أو كا إما ويباو بابيران من برسفتي ويالكين نا كان نجا كانت أحابا قلتا بمسخرة تيارة دبي شعيب عليه الصلاة والسلام زور أهلي نجبوا باشا زور أهلي عبادت بو زور نجي كردوا أو نجبا قلتا والعياذ بالله دلان نا كان نجا كانت وابي بكا نا كان يجا كان دوال لبكا كبئي مدلي او يباو با فيلان من دي پرستن ني پرستن او يتوب پرستن كن يشي بودك بقاطا باشا بلان قصي كوتاي لسا تحكما تحكمنا استهزايا الشيخ بها الديني بها الديني السبكي
يكي لقركاني سبكي كبير باشا علي عبد الكافي دل بلا تحكم أنا استهزايا بلان تحكم قلبي تداكلاو أصلا كيتيا هتكمه